السائل الأول بيقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. قال اعلم أيها الشيخ أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال قال كثير من الناس يستدلون على أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أنها تجوز. قال لأنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم أرجو التوضيح. طيب أول حاجة كل المسلمين بيتفقوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام مات وين داخل حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم بغالط في الموضوع ده ما في ويا ريت انت تمشي معاي وحدي وحدي في الشغلة دي عشان نثبتها تمام وتاني ما يكون فيك ما يكون عندك فيه اشكال كل المسلمين بيتفقوا ما في مسلم واحد بيقول انه الرسول عليه الصلاه والسلام مات في المسجد ابدا النبي عليه الصلاه والسلام مات داخل حجره السيده عائشه رضي الله تعالى عنها طيب سؤال هل حجره السيده عائشه رضي الله عنها كانت جوه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لا حجرات النبي عليه الصلاه والسلام حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل التسعه حجرات بتاعت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل الحجرات كانت خارج خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ده اتفاق المسلمين وقصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عليه رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد به المرض عليه الصلاة والسلام كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد بيت عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء في ليلة السيدة عائشة ومكث في بيت السيدة عائشة وباقي أزواجه كلا اتنازلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض وين يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذاك يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين السيدة عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري يعني هنا كانت خاتاو النبي عليه الصلاة والسلام خات راسه بين سحر ونهر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وده تشريف لها كون ذات النبي صلى الله عليه وسلم يموت بين إيدينا ده فيه تشريف للسيدة عائشة رضي الله عنها الكلام ده وين في حجرتها بعد ذلك الصحابة اختلفوا رضوان الله تعالى عليهم أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام يدفنون هل يدفنوا مع الصحابة في البقيع والبقيع مقابر شرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي ذول مشى المدينة بعرف البقيع بالناحية الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابة مدفونين قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في البقيع مع أصحابه ولا يدفنوا وين ولا يدفنوا في المسجد ولا أين يدفن فجاء الصديق رضي الله تعالى عنه ده تاريخ أنا بكلمك من تاريخ موثق ما فيه أي خلاف بين المسلمين أبو بكر الصديق كان ما في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جنينة في منطقة اسمها السنح أو السنح، جنينة حقته حقه الصديق. لما جاء لقى النبي عليه الصلاة والسلام ميت، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: "تبت حيا وميتا يا رسول الله" صلى الله عليه وسلم. لما لقى الصحابة مختلفين وين يدفنوا؟ قال لهم الصديق رضي الله تعالى عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات ودي خاصية بالأنبياء أي نبي يموت بيدفنوا وين في المكان المات فيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات في الحجرة في سرير السيدة عائشة الصحابة طوال زح السرير وحفروا ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام داخل حجرة السيدة عائشة وهنا في تنبيه ثاني غير السؤال في تنبيه ثاني إشارة للناس اللي بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات وهو حي كحياتنا الدنيوية وبيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه والآن بيعلم حلقة بحري وسامعنا وبيسمع أحوالنا في ناس بيقولوا كلام زي ده قال الرسول ما مات عليه الصلاة والسلام طيب نسألهم سؤال الصحابة دفنوا ولا ما دفنوا سؤال منطقي دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما دفن إذا قالوا ما دفنوا طيب نقول لك القبر في المدينة ذاك بتعمنوا إذا قالوا الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم نسألك ثاني سؤالين دفنوا حي ولا دفنوا ميت إذا قلت دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حي يبقى إساءة للصحابة إنه بيدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو شنو هو حي وده ده فيه إساءة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت دفنوا حي دفنوا ميت إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وربنا قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون يبقى أخواننا بإجماع المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وين في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أبو بكر الصديق لما مات رضي الله تعالى عنه دفن على يمين النبي صلى الله عليه وسلم شوية كده يعني الراس الصديق راسه رضي الله عنه شوية كده أقل من من مكان موضع راس النبي عليه الصلاة والسلام والشغل ده لما تمشي المدينه بتشوفه بعينك بعد ذاك عمر بن الخطاب لما دفن لما مات رضي الله عنه ده في البخاري في البخاري من روايه عمرو بن ميمون استاذن السيد عائشه انه يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق السيد عائشه اذنت له لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يدفن لما مات جابوه ودفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق رضي الله تعالى عنه طيب بعد الاثنين دول ما في ثاني اي ذول دفنوا معهم عثمان رضي الله عنه مدفون في البقيع ما دفن معهم ودفن الصديق وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم دي حاله خاصه وفي حديث في الموضوع ده الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام دخل في حائط من حيطان المدينه حائط يعني زي جنينه كده في المدينه وفي الجنينه جوا في بير النبي صلى الله عليه وسلم قعد وادلى قدميه داخل البير نزل كرعينه جوا البير وقعد برا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر الصديق استاذن فاذن له فدخل فجلس على يمين النبي عليه الصلاه والسلام ونزل كرعينه برضه جوا البير زي ما النبي صلى الله عليه وسلم منزل كرعينه في البير بعد ذاك جاء عمر بن الخطاب استاذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له دخل عمر رضي الله تعالى عنه وقعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه نزل كرعين وين جوا في البير بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له على بلوى تصيبه دخل عثمان رضي الله عنه ما لقى محل هنا لأنه المحلات الثلاثة خلاص قفلت قعد بالناحية الثانية بقى مقبل لهم قعد في طرف البير ودخل كرعين وين جوا البير الراوي لما سأله راوي الحديث ما أولت هذا الحديث قال أولته بقبورهم نفس الموقع بتاع القبور الثلاثة راقدين مع بعض عثمان بن عفان راقد شنو بالناحية الشرقية منهم هناك في البقيع إذا نقول للناس اللي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد وين يقول لنا دليل إنه مدفون في المسجد هل في دليل ما عندك أي دليل الآن أنا سردت لك حدث تاريخي موثق ما فيه أي طعن كويس ثم ثانيا الناس اللي بيقول لك يا اخي ندفن الشيخ في في جامع، انت بتدفنه في الجامع ليش؟ حدار نعرف الشيخ ده دافنه في الجامع ليه؟ وحدين بيقول لك يا مولانا لانه لما تدفن الشيخ في الجامع بركه الجامع بتزيد لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي هو فيه بركه بلا شيخ بدون شيخ فيه بركه ولا ما فيه؟ طيب قبل ما يولد الشيخ ذاته المساجد كان فيها بركه ولا ما فيها؟ في بركه، طيب معناته الشيخ ما عنده أي علاقة مع بركة الجامع. ربنا قال وأن المساجد لله. وربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخر من سورة النور. كويس؟ الناس ده لا بيدخلوا شيوخ في الجامع. أنت ما تمشي الشيخ ده تدفن محل المسلمين راقدين في المقابر زي ما المسلمين راقدين. زي ما حاج احمد راقد ومحمد احمد راقد وست البنات راقده وعشا سيده كلهم وعشا وسيده كلهم راقدين في المقابر يمشي الشيخ يرقد معاهم زي ما هم راقدين عرفته؟ طيب الشيخ ده الاولي الاولي من اولياء الله الصالحين كونه دفننا مع المسلمين في المقابر بيضروا عند الله؟ بيضروا يا مسلمين؟ ما بيضروا في شيء طيب لو كان الشيخ ما ولي ما ولي من اولياء الله الصالحين ودفناه في الحرم المكي خليك من مسجد عندنا هنا في السودان دفناه في الحرم المكي وهم ولي هل بينفعوا عند الله ما بينفعوا عند الله اذا ما في فايده اصلا من دفن الشيوخ داخل المقابر شيخ يرقد زيه زي المسلمين يمشي هناك ينبطح في المقابر وما تعمل له اي سراج ولا تعمل له درابزين عامل له درابزين ياخذ شيخ ولا ولا نمر يا اخي تعمل له درابزين مقفل بالطبلة كمان ها شيخ ده ولا اسد يا خايف منه يعمل للشيخ درابزين يجيب الحداد يديه لك 2 مليون يقول لك قفل لنا قفل لنا محل الشيخ راقد جيب حجر للبتاع ده يقول لك قفل لنا محل الشيخ راقد يا زول ما في كلام زي ده في الدين ابدا عرفت؟ بل الاعظم من ذلك بعض الناس يدفنوا الشيوخ في القباب والقبه دي مكلفه جدا بالمناسبه في شيخ راقد في الزريبة في زريبه في اللبيط فقالوا قالوا قبته اثنين 2 مليار قبه فيها مكيفات زبلت سريع قبه يا اخي عامل الله تكييف زبلت يا ناس الكلام ده اللي بيخش العقل هسه المكيف ده بينفع الميت ده في شنو؟ سؤال بس احنا ما دارين مشاكل مع ولا دارين كلام كثير بس منطق نسالك تجاوب جوا نفسك ما تجاوب لي بصوت عالي شيل سؤالي ده امش نوم بيو احلم بيو يجيك ابو الكباس على كيفك بس سؤالي ده شيل وامشي جاوب اما هنا ما تعمل لنا شوجرة طيب المكيف ده بينفع الشيخ في شنو المكيف اللي سبلت بينفع الشيخ في شنو بعدين في واحد سادن قاعد جنب الباب ده ماسك مفتاح الطبله بتاع الضريح هسي ده موضوع شنو خايف يعني الشيخ يشرد يطلع يشرد يعني ها أه؟ تلقاه قافله بالطبله يا اخي القروش اللي بيبنوا بها القبه دي يا اخي تعال تعال ادوها هنا للمرضى في المستشفى يا مريض ما لاقي علاج يا اخي، قبه يدفنوها بي... يبنوها ب 2 مليار ها؟ لكن ده كله ليه؟ هم دارين يسوقوك لحاجه معينه دارين يسوق قطاعات ولا شنو؟ دارين يسوقوك لحاجه معينه انه بعد شويه يكون في ترويج يكون في ترويج لهذا الضريح يكون في ترويج للضريح بعد شويه المرأه ما ولدت جايه الضريح الزول السوق ما ماشي معاه وجاي الضريح زول اشترى له ركشه دار يجي الضريح المره ما ولدت الدائره جنى هذا الضريح فيه جنى الناس ما بيعرفوا انه الجنى عند الله تبارك وتعالى ربنا قال في سوره ال عمران هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء هو دمنه الله ولا الشيخ ده الله تبارك وتعالى كويس واحدين جايين دايرين البركه وما في بركه اصلا في القباب والاضرحه والا تعال اثبت لنا يا القرآن ، يا السنة ، يا بل بيان بالعمل بيان بالعمل هل عندك جهاز جهاز به البركه؟ لا ما في جهاز طيب ادينا دليل من القران انه قبه الشيخ فيها بركه يقول لك اه مولانا اش نجيب دليل من القران بديك من الفاتحه الناس دليل واحد انه قبه الشيخ فيها بركه في ما في طيب حديث جيب حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في طيب لا عندك قرآن لا عندك حديث لا عندك جهاز نقيس به مقياس البركة طيب انت بتخم انا ساي بس اقول في بركة خلاص نقول لك في بركة وعلى كيفك الدنيا دي على كيفك ما في بركة في قباب وأضرحة هؤلاء المشايخ أبدا لأن البركة ما بتثبت إلا بدليل أنا ما أقول لك المحل ده فيه بركة والحتة دي فيها بركة ده إلا بدليل من القرآن والسنة عرفت بعدين مسألة المقابر التي أدخلت في المساجد والله دي بلاوي نحن الان نعاني منها في السودان تخش مسجد تلقى في كو... كابل مدفون قدام كابل عرفت؟ عامل له غرفه كده وجوه سياج واللون الاخضر مدفونين جوا المساجد والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه في المساجد التي فيها قبور ونهى عن البناء على القبور وين نهى اول حاجه في الحديث في صحيح مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بعث أبو الهياج لما بعث أبي الهياج الأسدي رضي الله تعالى عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته القبر ده أي قبر كان ولي ولا ما ولي القبر ترفع ترابه اطلع منه تدفن به بس خلاص الموضوع انتهى مش في تراب طلع من جوا ترجع تاني تدفن الزول الميت بنفس التراب طلع من جوا خلاص بنيان لفوق ما في الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام في حديث اخر قال حديث جابر في صحيح مسلم حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يقعد عليه او يجصص هسي القعاد ده اي ذول بيتفق معك اسأل اي سوداني لاف يقول لك القعاد فوق القبر كيف بيجوز بيجوز نصنقر كده فوق القبور؟ يقول لك لا 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 ما بجوز يا مولانا طيب البنيان فوق القبر كيف؟ يقول لك هذه مسائل خلافيه كل حديث واحد انت بتعمل خلافيه براك زاي؟ الحديث واحد افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحديث واحد يشيلوا منه جزء ويخلوا جزء ثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى انه يبنى فوق القبور ونهى انه يجلس فوق القبور ونهى انه يجصص يجصص يعني ما تضربه بوماستيك وبوهيا قبر خليه زي ما هو ضرب له بوماستك وبوهية كل ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام أي مكان في الوطه بجوز لك تصلي فيه لأن الأرض دي كلها طاهره زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا استيقنت من وجود النجاسه بعد ذلك النجاسه وتصلي، تنظف النجاسه وتصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وتكون كلها طاهره تصلح للصلاه الا محلين اثنين. المحل الاول الحمام. في جو في دول بيصلي في الحمام الا يكون مجنون، المجنون ذاته ما بيصلي في الحمام. قال لك والمقبره يعني مكان فيه قبر ما بيجوز لك تصلي فيه ولو صليت الصلاه باطلع. زول يقول لك طيب يا مولانا صلاة الجنازة ما قاعدين يصلوها في في المقابر، نقول لك صلاة الجنازة استثنيت بدليل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد في صحيح البخاري من رواية ابن عباس مشى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة الجنازة وين؟ في المقابر، صلاة الجنازة في المقابر ما في مشكلة لأنه صلاة الجنازة دي لا فيها ركوع لا فيها سجود بس بتكون واقف أربعة تكبيرات بتسلم خلاص كويس؟ والاستثناء هذا دليل ما ساكت اما ثاني صلاة نافلة صلاة فرض صلاة استخارة اي صلاة تراويح اي صلاة في القبور الصلاة باطلة تعلم الصلاة باطلة وما مقبولة اصلا يجي واحد يغلطك يقول لك لا يا مولانا كلامك ده ما صح ليه ما صح انت بتقدر تصلي في الحمام هل بتجوز الصلاة في الحمام يقول لك لا مولانا طيب تجوز الصلاة في القبور ليه ما الحديث واحد الرسول قال الحمام والقبر ما يصلوا فيهم إنت طلعت القبر وخليت الحمام دليلك وينه؟ ما في دليل إذا يا مسلمين يا عباد الله الصلاة في المكان الفيو قبر كان مسجد ولا غير مسجد ما بيجوز ما بيجوز الصلاة صلاة باطلة وأثبتنا لك جبال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما مدفون داخل داخل المسجد إطلاقا ما مدفون داخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام طيب ده هذا ما موضوع ثاني اذا كان المسجد اذا كان القبر دخلوه جوا الجامع الجامع مبني اصلا دخلوا القبر جوا القبر ينبشوا انبش طلع الشيخ امشي ادفنه هناك ادفنه مع المسلمين شيلوا شيلوا عشان ما يخرب لك الجامع والله ده بيبقى لك الجامع ما ثاني ما عنده اي صلاحيات والله جت يت... اسي مش بتلقى في المنتجات بيقول لك انتهاء مده الانتهاء صلاحيه تعرف مده انتهاء صلاحيه المسجد 200 لما يدخلوا فيه الشيخ كده خلاص المسجد مدة صلاحيته انتهت ثاني ما ينفع تصلي فيه ولا تقرأ قرآن ولا أي حاجة عشان كده مرقوه الشيخ ده ينبشوه أنبش شيلوا طلعوا أمشي أدفنوا هناك مع مع المسلمين أدفنوا بغادي إذا كان القبر موجود أول ومسجد بنوه فوق القبر هنا تهدم المسجد كله كل المسجد تجيب جريدر ولا لودر ينزل الجامع كله تعد يرميه بعد ذاك تمشي تبني جامع في محل ثاني ولا تحاول تطلع القبر بعد داك تبني الجامع طيب آه اذا كده سؤال السائل جاوبنا عليه والحمد لله السؤال الثاني سريع جدا قال هل الاولياء بيعلموا الغيب هل الاولياء الصالحين بيعلموا الغيب الجواب لا لا يا مولانا بادله ما ساكت بادله الغيب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى ربنا قال في القران في سوره النمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الله براول بيعلم الغيب ربنا قال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ربنا قال في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ربنا قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد والآيات كثيرة في الموضوع ده آيات كثيرة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيعلم الغيب بعد يقول لك مولانا ولا جبتها كبيرة خلاص لا ما كبيرة أقرأ سورة الأعراف أنا برجعك لمصادر هسه لو عندك قران ارجع لسوره الاعراف ربنا قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ده الخطاب ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قول للناس انا لو كنت بعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اذا بيعلم ولا ما بيعلم؟ ما بيعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الانعام وفي سوره هود نوح عليه السلام قال لي قوم ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك نوح اول رسول ما بيعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم اخر رسول ما بيعلم الغيب كل الرسل بيناتهم ما بيعلموا الغيب الجن ما بيعلموا الغيب الجن سوره النمل سليمان عليه السلام لما مات عليه الصلاه والسلام ربنا قال ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكله من ساته سليمان عليه السلام متكي على العصايه وربنا قبض روحه والجن شغالين وما عارفين انه سليمان مات عليه الصلاه والسلام لما جات الارض اكلت العصايا لما اكلت العصاية سليمان عليه السلام خر ساقطا على الارض ربنا قال فلما خر يعني لما وقع تبينت الجن تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ده قران سوره النمل اذا الجن بيعلموا الغيب ولا ما بيعلموا؟ ما بيعلموا لو بيعلموا الغيب ما كان يشتغلوا سنوات طويلة وسليمان عليه السلام ميت عليه الصلاة والسلام إذا الرسول ما بيعلم الغيب الأولياء ما بيعلموا الغيب الدين ما بيعلموا الغيب يجي تاني فكيس وداني زاي يقول لك أنا بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله ونكتفي بهذا القدر ونواصل مد الله تعالى في الآجال الحلقة ثابتة كل يوم اثنين كل يوم